اخيرا قال لك سيدي، قالوا صدام عاد راه في السجن. الله يهديك يا وليدي، الله يهديك، الله يهديك يا وليدي، الله يهديك، الله يهديك يا وليدي، الله يهديك. الكلام كاع ما تسمعلوش، مش عند سيدي ربي. ولم نشهد ولم يشهد التاريخ رجلا من ادم الى الان، رجل لم يشهد التاريخ، رجل من ادم حتى الان، انه يتشهد ثلاث مرات وياتي رافع الراس شامخا الى المقصلة ويقول المرجلة هذه، كما ذاك نيكسون ضابط المخابرات اللي دار معاه ان شاء الله الاستجواب، قال لك ما كانش الراجل اللي مخلص للامه نتاعو بحال صدام، وكان مسلم ويؤمن بالمشروع الاسلامي وكان ستر ذاك الشيء، سمعت؟ وكان هو اللي نجى المنطقه 25 عام من تمدد الشيعه. هذا 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 ما شاهد به الاعداء، وشهدت ثلاثه نتاع المرات والعالم كاع يسمع. كاينش واحد اللي يجي ويشهد والعالم كامل يسمع له من غير صدام؟ ها؟ إن له مع الله سر. عنده صدر مع صدر ربي سر. مش من السجن هذا؟ لا لا لا. الله يعفو علينا. جزاكم الله خير.